بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أبناء الطلاب مرحبا بكم، إن شاء الله بإذن الله اليوم سوف نستكمل نص آيات العلم للشاعر الهراوي، تمام؟ سوف نستكمل من البيت السادس حتى نهاية الأبيات، حتى البيت التاسع، تمام؟ تمام. يقول الشاعر: من راكب مثنى الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بزمامه، أو محدث بالكهرباء عجائبا، أو غائص بالفلك أو عوامي، أو مرسل وحي الهواء ومنطق ثم الجماد بأحكام، هذا هو العلم الحديث فأخبره زمرا عليه يا بني الأهرام. طيب، ماذا يقول الشاعر هنا؟ من راكب المتن، متن الرياح، المتن اللي هو الظهر يا شباب، وتجمع على متون وميتان، تمام؟ المتن اللي هو إيه؟ تمام ظهر، وتجمع على متون وميتان. من راكب المتن الرياحي، الريح اللي هو الهواء عامة يعني، والمفرد ريح. من راكب المتن الرياحي كأنه ملك، الملك اللي هو السلطان، وتجمع على الملوك، يصرف أي يتحكم، تمام، أو يوجهها يعني، تمام، ويسيطر عليها، أمرها بزمام بالمقود، تمام، وكلمة زمام تجمع على أزمة، أو محدث بالكهرباء، محدث يعني موجد، تمام، وعكس مقلد، أو محدث تمام رباعي عجائبا، الشيء العجيب هو الغريب، تمام، اللي هو الغرائب يعني، مفردة عجيبة، أو غائص، الغائص الذي يقوم بالغطس، غاطس، تمام، في الماء، ومضبها اللي هو الطافي الذي يطفو فوق الماء، أو غائص بالفلك اللي هو السفينة، الفلك المقصود بها السفينة، أو عوام فوق الماء، أو مرسل وحي الهواء، مرسل وحي الهواء اللي هي الإشارات، اللي هو أجهزة الرسالة الصوتية والمرئية، زي مثل التليفونات، مثل الهاتف الجوال يعني، تمام؟ أو مرسل تمام ومنطق صم اللي هو الأصم الذي لا يسمع، تمام؟ تمام يا مستر. أو منطق صم الجمادي حرف وكلام، هذا هو العلم الحديث فأقبلوا، أي أقدموا عليه وتعالوا. الزمران يعني جماعات، تمام؟ تمام ومضادها وحدانا أو فرادى، والمفرد بتاعها زمرة. بني الأهرام المقصود بها المصريين، من هم بنات الأهرام؟ المصريين، تمام؟ تمام سأقوم من الأشهر بشرح الأبيات. حضرتك قلت بناتي مستر ولا ايه؟ بنات بنات الأهرامات. الأهرام، بنات الأهرام تمام. وليس بنات الأهرام، تمام، بناء اللي هي جمع، تمام. تمام. طبعا يقول الشاعر هنا، يتحدث الشاعر عن إنجازات العلم، هنا يتحدث الشاعر عن إيه يا شباب؟ عن إنجازات العلم. قديما كان الناس يستخدمون طبعا الخيل والبغال والحمير إلى جانب الجمال، تمام؟ تمام يعدون السفر بالأيام والليالي، حاليا بالساعات والثواني. كيف؟ يعني تبقى ساعة واحدة ما بين مصر، مطار القاهرة، للمملكة العربية السعودية تقريبا ساعة أو ساعة وربع تقريبا، تمام؟ هو يقال ساعتين إلا ربع، بس أنا حسبتها ما لم أجد ساعتين إلا ربع، ساعة وربع أو ساعة ونصف في الحدود دي تقريبا يعني، تمام؟ فتخيل انت بتحسب عدد ساعات او عدد دقائق في السفر، عكس قديما، عكس ايه؟ في القدم. فهنا الشاعر بيقول ان من عجائب الاختراعات العلم او انجازات العلم، اول شيء راكب متن الرياح، المقصود بها الطائره. المقصود بها ايه؟ الطائره، اختراع الطائره وقدره الطيار اللي هو الذي يقود الطائره يعني على التحكم فيها. يبقى أول إنجازات العلم اللي هو إيه؟ الطائرة وقدرة الطيار على التحكم فيها، على اتجاه يمينا أو يسارا أو لأعلى أو لأسفل. على التاني، ده يا مستر. مستواك الثاني. على التاني، يبقى هنا في هذه الأبيات يوضح الشاعر إنجازات العلم. من إنجازات العلم، أول شيء من إنجازات العلم اللي هي إيه؟ الطائرة، راكب متن الرياح. من الذي يركب؟ كيف نركب متن الرياح؟ أجيب مثلا بساط وقف عليه وأقول أنا أروح أمريكا؟ لا، ولكن من خلال الطائرة، تمام؟ مقصود بها الطائرة، راكب متن الرياح مقصود بها الطائرة. المقصود بمالك يصرف أمرها بزمام اللي هو الطيار الذي يقوم بالتحكم في الطائرة، تمام؟
تمام 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 يعني إذا من إنجازات العلم اختراع واكتشاف الطائرة التي يتحكم فيها الطيار كما يشاء. عدتين يا شباب؟ لا لا مش يمكن يعني بيشبه اللي راكب على الطيارة كأنه مثل الملك الذي طيب يتصرف لسه مرات لم ثانية، اقل. يعني لا بيعرف ما قلتش يتحكم. مضارع يا جماعه، ما قلتش لم اشرح حتى الان، انا بقول لكم لا شرح. لا أنا بقول كده، يعني هو بيشبهه بس يعني مش مظاهر، يعني هو بيقول إن الملك اللي لازم يعني بيصرف أمره بزمام، يعني بيبقى مركز فيه وبيبقى مستغل كل حتة في مخه، يعني وزي الطيار اللي بيبقى مركز يعني في هو في الطائرة يعني. تمام. حتى اقول كده، من ضمن اختراعات او انجازات العلم، كيف نركب الرياح؟ بقف كده على سطح البيت واروح اضع رجلي يعني وكده خلاص يلا ودينا امريكا. سوبرمان لا طبعا، لكن من خلال ايه؟ من خلال الطائره. فالمقصود به هنا ركب من الرياح، من كيف نركب الرياح؟ من خلال الطائره. تمام. الطائره دي من الذي يتحكم فيها؟ الطيار الذي يقودها. تمام. تمام أو محدث بالكهرباء عجائبا، أو غائص بالفلك أو عوام. أيضا من إنجازات العلم استخدام الكهرباء. استخدام إيه؟ الكهرباء. كلنا نعلم استخدامات الكهرباء في المستشفيات وفي المصانع، في القطارات، في الكثير من الاستخدامات الخاصة بالكهرباء. يعني تقريبا كل شيء يعتمد في الاستخدام على الكهرباء. تمام؟ هذا كله من إنجازات العلم التي جعلت الكهرباء تحدث عجائبا، التي جعلت الكهرباء تحدث ايه يا شباب؟ عجائبا. او غائص بالفلك او عوام. ايضا صناعه الغواصات التي تغوص في اعماق البحار، او السفن التي تشق الامواج. الثاني يبقى ايضا من انجازات العلم الكهرباء التي احدثت الكثير من العجائب. من إنجازات العلم الكهرباء التي أحدثت الكثير من العجائب. وأيضا من إنجازات العلم هذه الغواصات التي تغوص إلى أعماق البحار، وهذه السفن التي تشق الأمواج شقا. عدتين يا شباب؟ لا يا مستر. لا يا مستر شو طيب. أو مرسل وحي الهواء ومنطق، ثم الجماد بأحرف وكلام. طبعا بيتكلم هنا عن إيه؟ أجهزة الإرسال. تخيلوا مثلا التليفون الجوال ده موجود في ايام ابو جهل، هيعمل ايه؟ يا مستر الحمام الزاغل، ايه؟ الحمام الزاغل يعني لو هو موجود في ايام الجاهليه اقصد، هيعمل لك ايه؟ يقول لك كيف تتحدث في هذا ويمسك من فوق ويقول لك كيف انا يعني يريد ما ان هذا؟ ما هذا؟ من أين أتى هذا؟ هو بالنسبه لهم طبعا. ما هذا الشيء العجيب الذي تهطب علي، هطب علينا هذا؟ طيب يبقى اختراع اجهزه الارسال. هما بالنسبه لهم على فكره أيوة، قمه هيقول يا التقنيه. مستر هل أنت مشعوذ يا غلام؟ هل انت مش هل انت ساحر؟ طيب، اختراع اجهزه الارسال الصوتيه والمرئيه ايضا من انجازات العلم. مرسل وحي الهواء ومنطق، ثم الجماد، اللي هي اجهزه ايه؟ اجهزه الارسال الصوتيه، مثل ايه؟ مثل التليفون، جهاز ارسال يرسل ويستقبل، تتحدث ويسمعك من هو مهما كان بعده. تمام. وحاليا يراك ايضا. تمام. تمام. هذا هو العلم الحديث فاقبلوا. هذا كل ما توصل اليه العلم الحديث من اختراعات. تمام. كل هذا بفضل ايه؟ بفضل العلم. فعليكم ان تقبلوا عليه يا شباب مصر لكي تتعلموا وتتقدموا. اعدتني. لا يبقى خلال هذه الابيات، انا لو طرحنا انا بشرح عشان بس في جزئيات عايزكم تعرفوها. تمام. يبقى الشاعر بيوضح هنا انجازات العلم او الانجازات في مجال الطيران. تمام. بسبب اختراع الطائره وقدره الطياره على التحكم في الطائره. ايضا يتحدث عن اختراع او اكتشاف الكهرباء بما احدثته من عجائب، وايضا الغواصات التي تشق اعماق البحار، وايضا هذه السفن التي تشق الامواج. وايضا تحدث عن الاجهزه الارسال الصوتيه اللي هي او المرئيه مثل التليفون او الهاتف المحمول. وايضا يقول لنا هذا كل ما توصل اليه العلم فاقبلوا اي تعلموه يا شباب مصر. اعيد مره اخرى.
عادي جامد. شباب. طيب نسأل كده ياسين وائل، أنا مستر من راكب مثل الرياح؟ هي الرياح لها ظهر بنركبه مثل الحمار كده، لا يا مستر، يبقى هنا لا يا مستر، تشبيه الرياح كأنها حيوان يعني من حيوانات الدواب يعني التي نركب عليها في ظهرها. ممتاز. شاب صور فيها تصوير جميل، صور الرياح بإيه؟ بدابة طبعا لها ظهر ونجلس عليها للسفر، تمام؟ يا أسماء، من راكب المثنى الرياحي كأنه ملك يصرف أمرها بزمام. يا أسماء، كأنه ملك، من هو اللي كأنه ملك ده؟ أسماء سمعني؟ اي مستر. قائد الطائرة صح؟ أصور قائد الطائرة بإيه اللي هو الطيار؟ صور طيار بشخص يتحكم في وقود الطيارة ويتمكن منها. ممتازة، يبقى صور الطيار أو قائد الطائرة بإيه؟ بشخص، بالملك، صوره بإيه؟ بالملك، تمام؟ الذي يتحكم في الطائرة، وفعلا الذي يتحكم يعني يجي مثلا، وأنت مثلا في رحلتك الجوية من مصر لأي دولة أو العكس، أنت تجلس في مكانك لا يعني لا تفعل أي شيء، هل تستطيع أن تتحكم في الطائرة؟ لا يا مستر، لا طبعا، مهما كنت قارئ ومهما تأثر علمك فلن تستطيع التحكم في الطائرة، لأن الذي يتحكم فيها من هو الطيار، تمام؟ طيب، أو محدث بالكهرباء عجائبا، هذا التعبير يدل على مدى التقدم، هذا التعبير يدل على إيه؟ ماذا التقدم؟ طيب ماذا التقدم؟ أيوه، أصل الكلام محدث عجائبا، محدث عجائبا بالكهرباء، ولكن يتقدم الشبه الجملة دي على كلمة عجائب مما يوحي أو يؤكد المعنى، مما يؤكد إيه؟ مما يؤكد المعنى، تمام؟ تمام. طيب، أو محدثين، طبعا الإعراب هقول لكم عليه في الإعرابات، هي مفعول به تمام. من حاجة اسمها عمل اسم الفاعل اللي هو محدث. طيب، عجائبا، كلمة غائص وعوام، ما العلاقة بينهما يا رنا؟ تضاد يكون معنى ويوضح. ممتاز، غائص في الماء وعوام أي فوق سطح الماء، إذن بينهما تضاد يوضح المعنى والقوي. ملك أو مرسل وحي الهواء ومنطق، ما العلاقة بين منطق وسمي أو منطق وسمى الجمال؟ يا بينهما تضاد يوضح المعنى. عمر هنا اللي جاوب، عمر خالد وأنا ملك، بس انت قلت ملك. ملك ماشي خلاص يا ملك. عمر هاني خلاص ماشي، مو كان ندور عليكم يا عمر. يا مستر عمر خالد يا مستر موجود، مو عمر هاني بعدي عمر خالد. طيب صفقتك نادتني. لا لا انت بعدين. او مرسل وحي الهواء ومنطق ثم الجماد، التعبير يدل على ايه؟ ما الذي التقدم. التقدم ايه في النجاح في هذا المجال، تمام؟ تمام. الاتصالات، هل يتوقع القدماء انهم يعني ابنك في السعوديه او اي احد لك مثلا في اي دوله خارج مصر كان مجرد خيال ان يراه؟ لا بالنسبه لي خيال، يعني هم كانوا يقفوا يروحوا السنترالات دي ويقفوا بالطوابير كي يعمل مكالمه بس، تمام؟ حاليا طبعا صار الامر اكثر سهوله. عمر خالد، طيب هذا هو العلم الحديث فأقبلوا أقبلوا، ما نوع الأسلوب يا عمر خالد؟ أسلوب أمر اسمه ده للنصح والإرشاد. أسلوب أمر النصح، تمام، لأن بيأمرهم أن يقبلوا على العلم، والعلم فيه منفعة، إذا يفيد النصح والإرشاد، تمام؟ فأقبلوا. يا ياسين، يا بني الأهرام، ما نوع الأسلوب؟ ياسين مين يا مستر؟ ياسين محمد، أسلوب نداء، غرضه إيه؟ غرض تعظيم المصريين، التعظيم، لأن هو بيعظم منهم، تمام؟ كان ممكن يقول يا مصريين، تمام، لكن هم بيفتخروا بإيه؟ إنهم بنوا الأهرام، تمام؟ تمام؟ هذا في يا بني الأهرام، وهذا الأسلوب أيضا فيه أيضا يعني ما فيه تحفيز للمصريين، تمام؟ طيب، بالنسبة لشرح الأبيات، في أي مشكلة أو مظاهر الجمال؟ لا يا مستر. في اي طلب عنده استفسار؟ انا عارف ان اعلم ان بعض الطلاب
لم يقوموا بالإجابة معنا، تمام؟ ولكن هسأل بقى في الناحية الإعرابية، تمام؟ نبدأ؟ تمام. يا حسين، يا حسين، أيوة. وأخو الجهالة، أعرب لي وأخو كده. أخو أعرب هاي كلمة أخو بداية مبتدأ مرفوع لم ترفع الواو لأن من الأسماء الخمسة. الله يفتح عليك. مبتدأ مرفوع، أخو هنا بداية كلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. الجهالة عربية. طيب يا حسين، الجهالة عربية يا مستر، الجهالة عربية، كلمة الجهالة عربية مضافة لمجرور بالكسرة. مضافة ليه؟ شرط العمل، شرط ان انا اعرب الاسماء الخمسة ان تكون مضافة، اعربها ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، لابد ان تضاف، ان تكون مضافة بس مضافة لغير ياء المتكلم. يعني لو قلت اخي حضر، لو قلت ايه اخي حضر او ابي، دي ياء المتكلم، ما تكونش اعراب، لا تاخذ الكلمة اعراب الاسماء الخمسة، ترفع بالضمة عادي وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة اذا اضيفت الى ياء المتكلم او اذا لم تضف لاي شيء، تمام؟ الاخ افضل من اي شيء، الاخ هنا غير مضافة، تمام؟ فمبتدا مرفوع ترفع الضمة، تمام؟ لانها غير مضافة. وضحت يا شباب؟ وضحت يا مستر ان شاء الله. ثاني كده يا مستر. أقول تاني، الأسماء الخمسة اللي هي أب أخ حام أخو ذو لابد أن تضاف، تكون مضافة بس ولكن لغير ياء المتكلم، تمام؟ يعني لما أقول أبي أخي ما تاخدش، لا تأخذ إعراب الأسماء الخمسة، تمام؟ ترفع بالضم عادي وتنصب بالألف أو تنصب بالفتحة وتجر بالكسرة إذا أضافت لياء المتكلم أو إذ إن لم تضف، إذا جاءت غير مضافة، إذا جاءت إيه؟ غير مضافة. لما أقول حضر الأخ، الاخ هنا طبعا عادي فاعل، صح؟ فاعل مرفوع عن طرف الضمه، لكن تمام. حتى لو قلت حضر اخي هنا مضاف لياء المتكلم، ايضا فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه، لكن لو قلت حضر اخو اهو، اخو حسن، حسن دي مضاف اليه، فهنا اخو فاعل مرفوع عن طرف الواو، تمام؟ تمام. واخو الجهاله في الحياه كانه، طبعا جار ومجرور، كانه ساع. يا اسماء، اسماء نعم اعربي لي كأنه ساع كده، كأنه ساع الاثنين على بعض، تمام. فاكره كأن من اخوات ايه؟ هي ساع اللي هي ساع اللي هي خبر كأن. ايوه، في اين اسم كأن ممتازة؟ اسم كأن فين؟ الهاء يا بنت. اسمك أنا اللي هي الهاء. اسمك أنا، كأن طبعا من أخوات إن. طيب ماشي ممتاز. يبقى كأن حرف نسخ نقص، والهاء ضمير مبني في محل نصب اسم كأن، واسم كأن مرفوع، تمام؟ وعلامة رفع الضمة المقدرة، لأن ساعة طبعا إيه لا تظهر على علامة الإعراب، تمام؟ في حرف محذوف يعني. طيب أنا السؤال بتاعي دلوقتي ل رنا. يا رنا، حسين جزاه الله خيرا قال لنا أخو دي مبتدأ، أين الخبر؟ الخبر كأنه ساع إلى حرب. الله يفتح عليك. الجملة، الجملة دي كلها دي اللي هي كأنه ساع، مكونة من كأن والكأنه ساع، دي كلها في محل إيه؟ رفع الخبر يا شباب، تمام؟ طبعا إلى حرب طبعا جر ومجرور، بغير البحر في جر وغير اسم مجرور، وحسين بالمضاف إليه مجرور، تمام؟ تمام؟ طيب. والجهل يخفض أمة، يا ملك اعربي لي الجهل يخفض كده. ملك الكلمتين مع بعض. الجهل يخفض، أيوة. الجهل الجهل مبتدأ. كمل مبتدأ ماله؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. يخفض. يخفض يخفض فعل مضارع. مرفوع علامة رفعه الواو. الضمة. الضمة. ممتاز. أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. ممتازة. طيب ياسين وائل، ياسين وائل اعرب لي مستر. واحنا مش هنقول ان يخفض دي هتبقى جملة فعلية من فعل. انا ما انا اسأل دلوقتي، مستعجل. ياسين وائل اهدى.
ياسين مؤلف يا مستر اللي ده عمر خالد. لا لا بقول ياسين ولا هي يعني دلوقتي اوكي. أمة تعربية ياسين. فعل مرفوع بالضمة لا مفعول به يخفض مفعول به. أيوة الجهل بيعمل إيه؟ يخفض هو أمة. الخبر فين؟ الجهل مبتدأ. أين الخبر؟ يذلها. لا جملة يخفض تمام. الجهل ماله؟ الجهل مبتدأ. يخفض الجملة الفعلية دي في يخفض محل هي رفع. الخبر. أيوة جملة فعلية في محل رفع خبر تمام. تمام. ويذلها ويذلها طبعا يذلها اعربي لنا يا ملك كلمة يذلها كده يا ملك. أنا لسه معاك بقى يا مستر. لسه عربة؟ يبقى نسيت. عمر هي أيوة يا مستر. اعرب لي يا عمر. عمر أنا نسيت عمر. اعرب لي عمر يذلها فعل مضارع ماله كمل. مفروض عطف الضم. الفعل فين؟ أين الفعل؟ ضمير مستتر او الهاء دي صح؟ صح. لا الهاء الضمير مبني في محل نصب مفعول به. الفعل ضمير مستتر تقديره هو تمام يعود على. تمام. طيب يا عمر خالد والعلم يرفعها اعرب لي العلم يرفعها كده. العلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ويرفعها أقول إن هي خبر ولا أقول إن هي لا فعل؟ اعرب لي اعراب تام زي خبر خبر وفعل. يرفعها دي فعل مرفوع علامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لا يا حبيبي دي يرفع. في محل نصب مفعول. ايوه كده يرفع في المضارع مرفوع في الضمه والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. اين الخبر بقى؟ يرفعها أجر مقام إليه يرفع يعني الجملة الفعلية. الجمله الفاعليه في محل جمله يرفع في محل رفع الخبر. اجل لو كل فكر في اعراب كلمه اجل مفعول به ثاني. مستر هتبقى اسمه مجهول. اسم لا هي مش حرف جر. مستر مفعول به ثاني. هي الحرف جر اتحذف مفعول لأجله يا مستر. صح ماشي. مين اللي قال لك هي حكاية حرف جر محذوف؟ أنا يا مستر. مين قالها لك؟ مين قال؟ مين علمك فيها؟ كانت قبل كده المستر كنت باخد قبل كده في الدرس فهو كان قايل معلومة زي دي. طيب هو اسمه نزع الخافض اسمها وهي نعربها طبعا ايه هنقول منصوبة بنزع الخافض تمام. منصوبة بس يعني لا افضل ان اقولها لكم حكاية منصوبة بنزع الخافض دي تمام. طيب هنا هو الاعراب اللي انا افضله يعني تمام. انت كلمة صح لو نزع الخافض يعني نزع الخافض يا شباب يعني حرف الجر محذوف تمام. حرف الجر ايه محذوف تمام. المفروض دي علينا يعني؟ لا مش عليكم ده حد متخصص لشخص يكون متخصص في اللغه العربيه. اصل الكلام كان بيقول باجل مقام هقول لكم العربي اللي هو انا استميل اليه يعني. اصل الكلام باجل لي حذف الباء فصارت دي مفتوحه كده تمام. فهنا طبعا مجروره بنزع الخافض تمام او منصوب بنزع الخافض معذره. لكن الايه الاعراب والعلم يرفعها اين يرفعها؟ اين يرفعها؟ أجل أجل لا اعلى. اجل يعني هنا ايه؟ مش من اجل معناها اعلى؟ أعلى أعلى أيوة مستر. يبقى ظرفية ولا لا؟ أيوة مستر. ظرفية. ظرف ظرف مفعول. مكان. كلمة أعلى ظرف مكان. أين يرفعها؟ أجل يبقى أعلى. والاسم الذي يأتي بعد الظرف يرى مضاف إليه مجرور. وضحت؟ وضحت يا مستر. وضحت يا مستر. طيب ياسين محمد. ياسين محمد انظر إلى الأقوام كيف سمت فهم. اعرب له انظر كده يا ياسين. نعم مستر. اعرب لي إيه؟ انظر. انظر فعل مضارع. لا فعل امر يا ولدي. فعل امر مبني على ايه؟ فعل امر يا مستر. مبني على ايه؟ فعل امر يبدأ على ما يجزم به مضارعه. مبني على ايه؟ مبني على السكون. مبني على ايه؟ السكون. والفعل من مصدر تقديره انت يا شباب. كلمة كيف دي شايفين كيف دي؟ تقول اسم استفهام مبني في محل نصب حال تمام. كيف سمت بهم تلك العلوم سمت. طيب يا منا اعربي لي سمت تلك. اعربي لي كلمة سمت. سمت سمت عربية ارتفع.
هتبقى ظرف. ايه؟ فعل يا بنت، فعل، كانت فعل، فعل ماضي كمان، اعربي لي تلك. طيب تلك مفعول بمنصوب على متنصب الفتحة. لا فاعل، بس مش هنقول فاعل، نقول اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل. سمت، مين اللي سمت؟ العلوم، العلوم. فتلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طب العلوم تعرب إيه يا مريم؟ مريم العلوم تعرب إيه؟ مريم العلوم تعرب إيه؟ العلم تكون مفعول به. لا العلوم تعرب إيه سندس؟ سندس العلوم تعرب إيه؟ ثانية واحدة يا مستر. تلك العلوم، نسيتوا، نسيتوا الدرس. بس أنا عارف. إيه؟ لا مش عارفين ما نسيناهوش. بدل. عارفين يا مستر. بدل. بدل يا شباب، اسم الإشارة تلك، تلك من أسماء الإشارة، وبعد كلمة معروف بالألف واللام تعرب إيه يا سندس؟ بدل. وتلك مقاح الإعرابي فاعل، يبقى الفاعل بيكون مرفوع، يبقى العلوم دياتي بدل مرفوع. بعد ثاني؟ لا يا مستر شكرا. لا يا مستر تمام. نسأل ثاني، في أي طالب لم يسأل حتى أنا كده أتوقع كله اتسأل في النحو. في أي طالب لم يسأل؟ لا يا مستر. كده هبدأ من الأول ثاني في الدور أقصد. تمام؟ طيب. حسين. أيوه. اعرب لي كلمة السامي، السامي تعرف إيه؟ ايه فين تاني يا مستر؟ بس السامي، تلك العلوم السامي، الى المحل السامي، معذرة، الى المحل السامي. اعرب ايه بقى فين؟ كلمة السامي دي تعرب هذه. السامي نعت مجرور على مجرور الكسرة. ممتاز نعت صح. من راكب مثنى الرياحي، من راكب مثنى الرياحي كأنه مش هتعرف انت تعربوا كلمة مثل. تمام. راكب اسم مجرور على مجره الكسرة. طبعا تدرسوا حاجة اسمها اسم الفاعل يا شباب، واعمل اسم الفاعل ده عليكم. اسم الفاعل هتدرسوه في الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الإعدادي. اعمال اسم الفاعل يعني يعمل عمل الفعل، هتدرسوه في المرحلة الثانوية ان شاء الله بإذن الله. تمام. فكلمة راكب على وزن فاعل، كأن الكلام بيقول ايه؟ راكبة، من اللي راكبة؟ هو، مثنى، فكلمة مثنى هنا مفعول به من عمل اسم الفاعل. المهم اعرب كلمة الرياح مريم، كلمة الرياح تعرب ايه؟ مريم، مريم موجودة؟ اي اعرب كلمة الرياح. كلمة الرياح كلمة معرفة، واللي قبلها تسبقها انها كلمة. الرياح تعرف ايه؟ مضافة ليه؟ ممتاز. مضافة ليه مرفوع على مضافة ايه؟ الضم. هو المضاف ليه بيكون مرفوع؟ ركزي انا بشوفك بس ركزي ولا لا. المضاف ليه بيكون مجرور. تمام؟ تمام. مضاف اليه مجرور على مجرور الكسر، كانه من يكون؟ يا ياسين وائل اعرب لي من يكون. ملك. اسم كان مرفوع بالضمه. خبر كان، خبر كانه، الهاء دي ضمير مبني في محل نصب اسم كان، وملك خبر كان مرفوع. تمام. تمام. طيب يصرف، يصرف امرها بزمامي. يصرف امرها بزمامي. يا اسماء، اسماء اعربي لي يصرف كده. تمام. يصرف اللي هو فعل مضارع مفعول به في الضمه. الفاعل فين؟ الفاعل ضمير مصدر تقديره. ماشي. الجمله الفعليه عربتيها الحين دلوقتي، محلها الاعرابي ايه؟ محلها كله يفكر فيها، محلها الاعرابي ايه؟ في محل جر مضاف اليه. لا، في محل رفع نعت، لان كلمه ملك